نظم عشرات الموظفين من مكتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عمران وفروع المديريات وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للتعبير عن رفضهم لقرار المحافظة بتعيين مديرة جديدة من حزب الإصلاح لا تنطبق عليها الشروط القانونية في محاولة لإقصاء الكوادر المؤهلة. الإقصاءات في محافظة عمران بلغت القلوب والحناجر، وعمران على كف عفريت والمحافظ لا يراعي هذا الجانب. كما عبر المحتجون بأن هذه القرارات التعسفية لا تخدم العملية التعليمية وإنما مصالح حزبية، ويمثل تدميرا معتمدا لمكتب جهاز محو الأمية كما حدث لمكاتب تنفيذية الأخرى. نحن موظفين مكتب محو الأمية بالمحافظة نرفض وبشدة التغييرات التعسفية من قبل المحافظة، ولأنها تأتي إلى منظور حزبي وهذا نرفضه بشدة. المحتجون ناشدوا رئيس الجمهورية والجهات المختصة في حكومة الوفاق إيقاف هذه القرارات التي وصفها المحتجون بالتعسفية. نشرة اليوم.